have an adverb of frequency اللي هي ظروف التكرار اسمها. هذا الموضوع تكمله attention to me. هذا الموضوع تكمله الى موضوع how often، لانه احنا اصلا ايش قلنا؟ قلنا بhow often حتى نجاوب عليه، اما بشنو او شنو؟ الارقام الخاصه وظروف التكرار. اوكي، يعني شرحنا القسم الاول من الارقام الخاصه من الموضوع، وهذا القسم الثاني شو اسمه الموضوع؟ ظروف التكرار. كنا سوا ظروف التكرار. عافيه، فيري جود. عندنا مثل الملاحظه، خلينا نقرا الملاحظات عينك بالورقه. Look at your papers. عندنا ظروف التكرار، النجمة الأولى تقول ظروف التكرار ومعناها عدد المرات التي نكرر فعل الشيء. نفس ذلك، أنت كم مرة سوى هذا الفعل؟ دائماً، أحياناً، غالباً، أبداً، وهكذا. شو وقت تكرره؟ لو كل يوم، لو كل شهر، لو كل أسبوع، لو كل سنة إلى آخره. إي لازم حافظ هذني مادي ويك اللي تجوا الأرقام. أوكي؟ حعيد عينك على الملخص. شنو معناها؟ اقرا لي اياها. ومعناها مرات، اقرا التي تكرر فعل الشيء كل يوم او شهر او سنه الى اخره. اوكي، كم مره انت هذا تكرر؟ كل يوم، كل شهر، كل سنه الى اخره. النجمه الثانيه، ظروف التكرار ياتي بعدها تاتي، هاي مو ياتي لازم مؤنثه، تاتي بعد الفاعل مباشره. اصلا هو الفاعل وين ياتي؟ انا من يونت 1 الفاعل وين ياتي دائما؟ بالنص. ها فاعل كنا بعد الفعل، فاعل وين؟ ما عليك، ما بالملخص. هذا سؤال اول ما طبيت لكم، اول ما تعلمتوا جرامر، فاعل وين ياتي دائما؟ خلنا نرزل. عندنا الملاحظه الثانيه تقول ظروف التكرار تاتي بعد الفاعل مباشره. الفاعل وين ياتي دائما؟ في البدايه، في بدايه الجمله. وراها ايش راح يجي ورا الفاعل؟ قروها داخل مربع. ورا الفاعل شنو يجي؟ فعل زائد ظرف تكرار زائد فاعل. أول شيء شنو؟ فعل. أول شيء بالعربي من الموضوع؟ فاعل. أول شيء فاعل، ورا الفاعل ايش حخلي؟ ظروف التكرار. خلينا نقراها ظروف التكرار، اقرأ خلينا نقراها سوا. أول وحدة اسمها always، يعني دائما. يعني شنو؟ يعني أنت هذا الفعل باستمرار تسويه، فتقول عليه شنو؟ دائما. الملاحظة الثانية، عندنا العفو الكلمة الثانية أخذتوها often، التي سايلنت فتنقرئ often اللي معناتها غالبا. يعني شنو؟ شي فاعل وبعدين ظرف التكرار وبعدين الفعل. نكمل، قلنا often غالبا. شنو يعني غالبا؟ يعني الفعل أنت تسويه بس شوية أقل من always. يعني always دائما باستمرار، often غالبا يعني بين صبر وصبر. خلينا نقول يعني هيك ثلاث مرات نسوي، مره ما نسوي، او ثلاث ايام او عشر هيك. اوكي، نجي على sometimes. sometimes احيانا، يعني اقل من، انا طبعا مسطرتهم من الاكثر استخداما الى الاقل استخداما. sometimes احيانا يعني شنو؟ يعني مره نسوي. اوكي، هذا احيانا. نجي never، ابدا يعني ابدا ما سوي هذا الفعل. بعد القاف يوجوالي، طبعا العفو يوجوالي لازم تجي بعد always. يوجوالي يعني مو بالاخير، هي نيفر لازمها، يعني ما مسطرات بالسنه. يوجوالي عاده، يعني اذا اريد ارتب هنا اخلي اول شيء always، بعدين يوجوالي، وبعدين often وsometimes ونيفر. بس يعني يوجوالي تجي بعد always اللي هي عادة، يعني دائما تسوي تجي مرة ما واحدة ما تسوي، يعني شوية أقل بالدرجة من always. نرجع للقاعدة، تقول ورا ظرف التكرار يجي فعل، أفعال تعرفوها، eat، يأكل، play، يلعب، swim، يسبح، وأي فعل. أوكي؟ عيدوا، نعيد، كنا القاعدة اللي داخل المربع، أول شيء شنو؟ فاعل. كنا ست صور. فاعل. ظرف التكرار. فاعل، ظرف تكرار، فاعل تعرفوا هذا ضمائر الفاعل، ظرف تكرار هذول الخمسه، وفعل اي فعل. زين، اذا اعطيتك هنا الفعل يعني لازم فعل مجرد. اذا اقول لك علي always play، لو plays بيها اسمها ما بيها؟ احكي. لا ما بيها.
لو اريد بها اس لو بها اي ان جي كان قلت لك زائد الفعل لازم بي هيجي بس قايل فعل وساكنه يعني فعل بيس شنو بيس يعني مجرد غالي من بيس اضافه مو الا اس ما بي اي ان جي ما بي ايدي بعد ما ماخذين هذه الاضافات اي ان جي يعني فعل مستمر اي دي يعني فعل ماضي اوكي فعل مجرد يعني اذا اريد اخربطك او اريد اخيرك بالاختيارات دائما ايش تختار الفعل مجرد شنو يعني مجرد خالي من اي نجي نشوف always دائما often غالبا sometimes احيانا usually عادة never ابدا اذا اريد اخلي هي النسبة هاي اللي 100% بالمية يعني احنا من ايش قد بالمية نسوي هذا always اخليها 100% يعني اذا جيت لك always فراغ always 100% never فراغ never 0% never ابدا نسوي هذا اني نحضر يوجولي 90% قلنا شوية أقل من always أوكي always أوكي فإذا إذا أقول لك always 100% never فراغ 0% إذا أبي أعكس never 0% always فراغ 100% هاي النسبة عيد ويا ورايا فاعل فاعل زائد ظرف تكرار زائد فعل عيد وراي always دائما always often غالبا often غالبا sometimes احيانا sometimes usually عادة usually عادة never ابدا never ابدا yes very good look at the examples باولي على الأمثلة I هاي شيلت كلمة فاعل خليت بدالها I ورا الفاعل شنو يجي ظرف تكرار خليت always فعل go حصير I always go to school. أنا دائما أذهب للمدرسة. يعني ما أغير. Number two. فاعل she. ظرف تكرار sometimes see ترى. She sometimes see her friends. هي أحيانا. أحيانا تشاهد أصدقائها. ثالثا. ثالثا لا. سألتك how often مجاوبتك الظروف التكرار. بقولي question number three. How often do you get up? كم عدد المرات التي أنت تستيقظ؟ I always دائما و I شنو موقع حامل الإعراب؟ شنو موقع I؟ كنا و always شنو هي؟ والget up هذا هو فاعل ظرف تكرار فعل seven o'clock من سألتك how often هنا شنو جاوبتك؟ ظرف تكرار وبذاك الموضوع عندنا نجاوب بالأرقام أوكي؟ شنو اللي ستنحفظه من هذا الموضوع؟ تحفظ لي القاعدة اللي داخل المربع تحفظ لي الظروف التكرار معانية بس هذا هو أوكي؟ Do you have any question؟ منو عنده سؤال؟ منو ما فاهم يريد نعيد؟ أوكي الدرس القادم امتحان بالموضوع وجه وقفر ليش ما نمتحن ست اليوم؟ لأنه هو موضوع متسلسل واحد أسألك بها أوفن وجابني أما ظرف التكرار أو الأرقام ست شنو نحفظ من هذا الموضوع؟ نحفظ هذا اللي تجاوب شنو نحفظ من هذا الموضوع؟ نحفظ القاعدة والظروف التكرار بس هذا امتحان شو وقت؟ غدا تمورو أوكي؟ okay?